نينا وايش تحتاج حتى ننهض بيها؟ والله نينا تحتاج تعمير عند المنازل، تحتاج تعمير المجاري، البنية التحتية، كلها لازم تحتاجها إلى إدامة. الشوارع تبليط، يعني أكثر شغلات أسد عندك جانب الأيمن كله تعبان، يعني تمسك منه من الفاروق والمجادة وباب الجديد، كلها بيوت واقعة وبيوت سقطة كلها، يعني ما يسوى ولا شيء. يعني حد يريد يجي هنا يشوف البيوت واقعة ما يجي. لو كانت أولويات للعمل، إيش هي الأولويات اللي تنفذها من المشاريع؟ من المشاريع تعمير المنازل أول شيء، تبليط الشوارع، هالشغلات هاي إذا تمشي الناس ترجع على بيوتها، الناس ترجع على أماكنها، ترجع يعني عودة المواطنين طبعاً يعودون. إيه أو تعويض في موضوع ملف التعويضات راح يكون له تأثير؟ إيه طبعاً. شو ما له تأثير؟ يعني أنا ساكن حالياً، أنا ساكن بزاخو، ساكن بزاخو، يعني ساكن بزاخو، وهي منطقتي وأبا عن جدة 50 سنة أنا هنا، يعني جبرت على زاخو، يعني بيوت انهدد، الدنيا انهدد، يعني بقى 11 سنة 3 سنين أنا هنا. لو عطوك تعويض؟ طبعاً أعطاني تعويض، طبعاً أشياء على جهة، على مكاني، على بيتي، على أهلي وأصدقائي وقرائبي كلهم هنا. تحتاج إعمار، المواطن يحتاج تعويضات يبني بيوته، نحتاج المطار لحركة النقل، نحتاج القطار يفعلونه، ما بس إنه مشونه وهذه فارغ، تعويضات للناس، نحتاج المستشفيات، تعمير المستشفيات، مدارس. يعني أسعدنا هوني بالمكاوي عندنا عائلة شعبية متروكة لا يعملوها، فترجع الحركة بالشارع. القطاع الصناعي إذا يجون يفتحوه، كثير من الخريجين ماكو، والأكاديميين يرجعون خاصة شهادة الدبلوم. يعني قصدك فنيين ممكن الفني يرجعون، الفني محاسبين، الفني أهم شيء، الفني هو المهندسين على رئيس النقطة، فلازم إذا يجون يفتحون مصانع يشتغل الكادر الفني. قصدك يوفر فرص عمل؟ هو أهم شيء هذا، يوفر فرص عمل، خريجين تشوفهم لا يقل لك التعيين ولا، يعني أشنو يعني هما الدولة إيش قطعة تستوعب خريجين يوظفوهم كل سنة، هو كل سنة إيش قطعة يتخرج؟ فكثير. نينوى تحتاج إلى البنى التحتية، تحتاج إلى الخدمات، مشاريع، فرص عمل، مصانع. الجسور، هاي الجسور اللي من تحررنا لحد الآن، يعني الخامس لحد الخامس الحمد لله بدأوا به، الرابع بدأوا به، العتيق، الحرية، الثالث، بس احنا نريد بعد تطوير أزيد، نريد يعني فرص عمل للشباب، هاي الخريجة اللي قاعدة، اللي فاتح له بيت هو خريج وعايش على 10,000 و5,000، يعيل أهله، يعيل منطقته، يعيل ناسه. فأريد الشيء تطور، أريد تطور، وإن شاء الله نرجو من هسه اللي دي نزلوا على الانتخابات الجديدة وقت يصير يطالبون بحقوقنا إحنا الخريجين، خاصة الخريجين. لو كانت الأولويات أنتم كخريجين، إيش تطالبون؟ والله نطالب بتعييننا، نطالب يعني بس أريد يعني حتى واحد ده يرتاح، تعرف وين الراتب، وين أنت لازم تشتغل ويجيك مصرف لبيتك، وين الراتب تعيش منه أنت وعيلتك وأطفالك.